بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا. رجعنا لكم في الدرس الرابع من دروس تعلم لغة الـ HTML، تحديدا في موضوع الـ Text Formatting Element. بدأنا الـ Text Formatting Element وتكلمنا فيه، وتكلمنا الـ Outline اللي هنشتغل على أساسها، وحطينا الـ Outline في هذا الـ Document، ومن ثم تكلمنا في المثال العمل الموجود أمامنا في هذا الدرس، ومن ثم انتقلنا وشرحنا البولد تكست والامبورتنت تكست، وشرحنا الايتاليك تكست، وشرحنا الامفيسايز تكست. اليوم احنا حنتكلم في الماركت تكست، وحنتكلم في السمولر تكست، واذا كان في معنا وقت بنكمل في هذه القائمه حتى نصل لنهايتها. طيب نرجع الان نتكلم الان تحديدا في المارك تاج. وين احنا بنستخدم المارك تاج؟ الان لما نتكلم المارك تاج احنا شايفينها قبل هيك يا جماعه، شايفين لما بنروح بنقرأ في كتاب ما، عندما بنلاقي انه في اشارة معينة او جملة معينة، هذه الجملة مهمة لنا، فاحنا بنحط على بالقلم الاصفر بنحط مارك، يعني بنحط علامة على ايش؟ على هذا النص، بحيث انه احنا نقدر نرجع له وهو نص مهم في هذا الكتاب. يعني اذا انا بدي اشير على نص مهم في كتاب ما، فبستخدم الاشارة اللي هو موضوع الهايلايت كلر، يعني بستخدم اللون الاصفر بحيث اني انا احط العلامه، او اي لون عباره عن لون فاتح بنحطه فوق الكلر هذا، فوق الفونت هذا. طيب الامر الاخر، بستخدم المارك لما احنا بنبحث عن كلمه ما، الكلمه هذه في محرك البحث، مثلا انا ببحث عن كلمه امان، الان بيجي نتيجه المواقع اللي فيها النتائج، لما بفتح الموقع بلاقي انه كلمه امان هي هايلايتد وورد، يعني كلمه عليها اشاره اللي هي مارك، اللي هو الباك جراوند كلر، هو اللون الخلفيه بيكون اصفر، كل مكان مرجع في هذا الموقع بيكون معلم بالاشاره الصفراء هذه، اصبح هاي في عندي استخدام ثاني. لذلك احنا الان هذه هي استخدامات المارك، اصبح اليوم انا بستخدم المارك بحيث ان اضع قيمه معينه على هذا المكان، القيمه هذه بدها تكون عباره عن شيء معبر وايش وبارز. طيب نرجع الان نتكلم في موضوع النص. الان النص انا جيت هنا في عندي كوتيشن، في الغالب مع الكوتيشن بتيجي الامور. انا في المكان هذا بتكلم تحديدا في عندي انا ريفرنس سيد اون دكتور غزال، وين المراجع اللي حكت عن الدكتور غزال. بدنا نركز هنا شويه نتكلم في هذا النص. اولا حسب ما احنا تكلمنا قلنا انه هذا النص بده يكون عباره عن H2، بحيث انه احنا الان هذا نص بدنا نزين النص ونفصله حسب المنطق اللي احنا شغالين على اساسه، انه هذا عباره عن صفحه شخصيه خاصه بالدكتور غزال. بنيجي احنا هنا في الفقره الموجوده عندي، بنحط الباراجراف تاج وبنسكر الباراجراف تاج هنا، بحيث انه هذه كلها نعملها نفصلها عن السياق تبعها. يعني انا الان صارت عندي موضوع الجزيره، هذه كلها عباره عن باراجراف تاج، الباراجراف تاج فيها القول اللي انا بتكلم فيه عن غزال. الجزيره قالت انه غزال ستيت ذات childhood are facing violence from their device misuse، مثلا انه احنا بنتكلم عن موضوع الاستخدام السيء للاطفال على اجهزتهم الذكيه، وانه غزال قال هذا عباره عن اعتداء خاص بالاطفال. بدي اركز انا هنا عن كلمه امان application، يعني هذه الجمله بالنسبه لي بدي اعملها هايلايت، هذه الجمله بدي اعملها ايش؟ هايلايت. كيف بدي اعمل هايلايت؟ باجي بحط عليها، هي مقتبسه من مرجع، شفتوا كيف؟ فهذه الكلمة المقتبسة من المرجع أنا بدي أديها علامة بحيث أديها تمييز لأهميتها ولقوتها ولإبرازها في النص. طيب وهنا سكرت المارك، أصبح هذا الآن الاستخدام الأول، إني أنا عملت هايلايت تظليل على نص مقتبس من مكان ما. لو إجينا إحنا هنا وتكلمنا بالطريقة هذه وشفنا المثال هذا وين راح فينا، هنا احنا موجودين، اصبح احنا بنتكلم عن اي في الملف هذا، ايوه هيا صارت وين؟ صارت هايلايتد، الجملة هذه اللي انا بدي اعملها ابراز صارت هايلايتد. وبرضه في الاستخدام الثاني، لو اجينا احنا بحثنا مثلا عن كوفيد 19، بدي اربط الان عملية البحث مع مين؟ عملية البحث مع الكلمات اللي موجودة فيها كوفيد، يعني أي كلمة فيها كوفيد 19 بدي أبرزها في الموضوع. تعال نعمل عملية بحث على إيش؟ على كوفيد، هاي الكوفيد 19، وكأنه الآن بدي أربط عملية البحث مع مين؟ مع الهايلايت إفكت، المؤثر الهايلايت هو الموجود على المارك
هاي بنتكلم عن موضوع المارك هيك. انا ربطت ممكن هذا تتم عمليه برمجيا، بحيث انه احنا لما ناخذ البي اتش بي ويكون في عندي كود برمجي حي، هذا الكود البرمجي بنقول وين نتائج البحث اللي حتيجي من محرك البحث، اعمل لي اياها هايلايتد مع مين؟ مع الكونتنت الموجود، يعني اربط الكلمه اللي بحث عنها مع المضامين اللي فيها، وين موجوده في النص اللي موجود على الصفحه اعمل له هايلايت. هذا النص اللي اعمل له ايش؟ اللي مبحوث في محرك البحث اعمل له هايلايت. كيف؟ نعمل له مارك قبل مين؟ قبل وبعد الكلمه اللي مبحوث عنها في محركات البحث. هيك تقريبا الاستخدامين هم الاساسيين والاهمين اللي موجودين لموضوع المارك. طيب ماشي، هيك احنا استخدمنا موضوع المارك. نيجي على موضوع السمول. السمولر تكست هذه بنتكلم عن انه اليوم انا في عندي سياق خارج عن السياق تبعي انا، يعني انا بكتب نص قاعد والنص اللي انا بدي اكتبه بعد الفقره هذه او في اثناء الفقره او جمله في داخل الفقره هو نص مقتبس، مش مقتبس، نص مش اصيل لإلي، وكاني انا بكتب عن كتاب، عن ريفرنس، عن مرجع، وكاني انا بكتب عن اللي هو التذييلات. التذييل انا بدي اكتب عن شيء قانوني او هوامش، بدي اكتب عن هوامش معينه او بدي اكتب نص هامشي او بدي اكتب اللي هو نص مش موجود عندي او هو عباره عن ريفرنس او كتاب او ما الى ذلك. كيف بدي اكتب الكلام هذا؟ تعال نطلع، انا عامل عندي هنا في موضوع الماتيريالز اللي انا بدرسها او التيتشنج كورس ماتيريال اللي انا بدرسها. لما انا باجي بدرس عندي في الاي كوميرس، ايوان الاي كوميرس هذا بيجي ضمن سياق معين، وبالذات حتى الايديشن هذه والباي هذا، انا هذا السياق بدي اخرجه عن السياق نفسه. الكتاب هذا بدي اخليه سمولر ذان، فانا بدي اقول له سمول بحيث انه يكون عندي السياق هذا، انا مش سياقي كله هذا عبارة عن سمول، يعني أنا هنا بدي أحط الكتاب في السمول. وبدي أجي أنا عندي على الفيفث إديشن أو اللي هو الشخص اللي مؤلف لهذا الكتاب، برضو بدي أخلي الكلام هذا إيش؟ يصغر عن مين؟ عن السياق، يعني وكأني بدي أنا أصغر هذا النص عن السياق العام، وبدي أصغر المؤلف عن سياق الكتاب، اسم الكتاب. وبنيجي نقول هنا إيش؟ سمول، وكأنه هذه إيش؟ الكلمات اللي انا بتكلم فيها دي اللي هو النستد اليمنت. بنتكلم عن موضوع النستد اليمنت، انه انا في داخل السمول في داخلها في كمان سمول، وهي عندي هنا ايش موضوع الاوثر، بدي اقول له هاي عندي برضه سمول. وين وجدنا؟ وجدنا انه هذا النص هيجي اصغر من النص اللي في السياق، وكذلك النص اللي داخل النص الصغير هذا هيكون اصغر من النص اللي ايش اللي في السياق اللي احنا حطيناه سمول سمول التكست. طيب نيجي نقول كنترول اس سيف، وبنيجي بنطلع على الكلام اللي احنا وصلنا له. هاي الكوفيد زي ما احنا قلنا الكوفيد هي موجود، بنيجي هي دكتور غزال تيتش، هنا بنحكي عن هاي هوين فولوينج اي كوميرس، هي بنحكي شفتوا كيف اصبحت اصغر من السياق، واجينا قلنا هنا هذه الكلمه الباي اصغر من السياق الايش الثاني، فاصبح انا في عندي سياق صغير وفي سياق اصغر من هذا، وفي الغالب هذا بيجي عندي الريفرنسز لما بكتب ريفرنس معين لبوك او بكتب هوامش معينه او بكتب شغلات قانونيه، بحيث انه ما بديش يكون هي اصيله في النص اللي انا بكتب فيه اللي هو الاوريجينال تكست تبعي. طيب هيك انا تقريبا برضو انجزت ووضعت الاستخدام الامثل لكلمه السمول او للسمول تاج. طيب بنيجي الان نتطلع ايش في عندي شغلات باقيه. بنتكلم عن الدل والانسيرت. انا بعتقد انه احنا الان صار عندنا 9 دقائق في هذا الفيديو، بنحاول نوقف لهنا بحيث انه احنا نفتح فيديو اخر وما نطولش عن 10 دقائق. انا بدي انصحكم يا اخوان ويا احباب انه هذا النص اللي هو اللي انا كتبته كله هحطه في صندوق الوصف، ما عليكم الا تنسخوا هذا النص وتحطوه على المحرر وتبدوا تشتغلوا على هذا النص من خلال ان تحطوا عليه مؤثرات، تحطوا الهيدلاينز، تحطوا اللي هو البري فورماتد تكست، تحطوا كل اللي احنا تعلمناه وتاخذوا براكتسنج على الموضوع اكثر فاكثر. واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تكون قد افدت في هذا الدرس، وانتظرونا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.